نستذكر هذه الأيام الذكرى السنوية لتأسيس الجيش العراقي الباسل، وكان للجيش العراقي في معارك التحرير ضد داعش الدور الكبير بتحرير المناطق المحررة بعد أن سيطرت عصابات داعش على ما يقارب 40% من مساحة العراق. وبهذه المناسبة العزيزة نتقدم بأزكى التهاني والتبريكات إلى القائد العام للقوات المسلحة والسيد وزير الدفاع والسيد رئيس أركان الجيش وكل القادة والآمرين. فضلا عن ذلك ألا ننسى من بهم انتصرنا شهداءنا الأبرار، ألف تحية إجلال وإكبار لهم، وتحية وتقدير إلى جرحى قواتنا الأمنية بكافة مسمياتها. أتقدم بأزكى التهاني والتبريكات إلى السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة والسيد وزير الدفاع والسيد رئيس أركان الجيش المحترمين بهذه المناسبة العزيزة، وتقدم بأزكى آيات التهاني لشهدائنا شهداء العراق الذين قدموا هذه التضحيات دفاعا عن تربة وأرض العراق، وتقدم بالتهاني أيضا إلى زملائي في القوات المسلحة. بمناسبة حلول الذكرى 100 لتأسيس الجيش العراقي الباسل، أتقدم بأحر التهاني وأجمل التبريكات إلى السيد القائد العام للقوات المسلحة وإلى السيد وزير الدفاع المحترم وإلى السيد رئيس أركان الجيش وإلى السيد رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية المحترم، وأهنئ كافة منتسبي الجيش العراقي بهذه الذكرى العطرة، وأدعو بالرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار والشفاء التام لجرحانا، وإن شاء الله يبقى هذا الجيش الظهير القوي للعراق العظيم والدفاع عن أمنه وسيادته، والله ولي التوفيق. أهنئ بهذه المناسبة كافة منتسبي وزارتنا من الضباط والمراتب، وأقول لهم كل عام وجيشنا العراقي بخير. لنا الفخر بأن نحتفل بهذه المناسبة لا سيما للجيش العراقي منذ تشكيله في عام 1921 له صولات وجولات. نقدم تهنئة خاصة بمناسبة عيد الجيش العراقي الأغار للسيد قائد العام القوات المسلحة المحترم وللسيد وزير الدفاع المحترم والسيد رئيس أركان الجيش المحترم والسيد رئيس جامعة الدفاع الدراسات العسكرية العليا المحترم. وهذه التهنئة تشمل لكافة الضباط والمنتسبين والقوات المسلحة وعوائل الشهداء، نخص بالذكر الذين أعطوا بأرواحهم من أجل العراق العظيم، وعوائل الجرحى لما قدموه من تضحيات في سبيل إعلاء اسم الجيش العراقي عالياً.